أهلا بكم مشاهدينا إلى هذا الموعد الأخباري ونستهله بالعناوين. عشية الاحتفال بعيد الشجرة، تساؤلات تطرح حول واقع المناطق الخضراء وضرورة ترسيخ ثقافة الوعي البيئي. المؤتمر الدولي الأول لطب الأسنان، مبادرة تطوير الشراكة العلمية من أجل مواكبة التقنيات الحديثة. الكاف تظاهرة الحلقة، احتفالية تمزج بين الموروث الثقافي والفلاحي وتبرز إشكاليات شجرة الزيتون. في تونس الخضراء للأسف تنعدم المساحات الخضراء في التجمعات السكنية، أمر يتعارض مع معايير السكن الحضري وحقوق المواطن في التمتع بمساحة خضراء في محيطه. في الروبورتاج التالي نسلط الضوء على بعض المبادرات التي تهدف إلى تغيير المشهد. بناءات متراصات وتجمعات سكنية محاذية للشوارع الرئيسية قد تشعرك للحظة بقساوة المشهد ورتابة العيش. هي بناءات تجدها في أغلب شوارع العاصمة خالية من الخضرة، فلا أشجار ولا نباتات تنقذ المشهد. فماش مساحات خضراء، معناها فما معناها تحسها قاحلة البلاد. يلزم انا وانت وذاك وكلنا نحافظوا على هالمساحات الخضراء. صورة دفعت الجهات المسؤولة على احد هذه الاحياء الى تغيير الوضع من خلال تركيز مساحات خضراء بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للشجرة. حبينا نركزوا على ثقافة التشجير، مش المواطن يحس بالشجرة، واللي يهمنا اكثر هو ما بعد عيد الشجرة، المتابعة والعناية بها وسقيها، وعلاش ليه كل دار معناها نزرعوا لها الشجرة هذيا في برنامجنا باش نواصلوا، لأنه ما يقتصرش على يوم الاحتفال برك. باش نعملوا خلية اليقظة البيئية، هذه خلية باش يقع تركيزها على مستوى المعتمدية، تعنى بالمناطق الخضراء. دائما تلقاو الكشافين في سواء كان بمناسبة الشجرة أو في غير الشجرة، ثم علاقة حميمية مع الشجرة ومع نباتات الزينة إلى غير ذلك. الشباب نحبوا نكرسوا فيهم ثقافة حب البيئة في المنطقة نتاعهم، ثقافة الحياة، كيفاش يعتنيوا بالشجرة، كيفاش يحبوا الشجرة، لأنه حب الشجرة هي حب الموطن. تركيز مساحات خضراء داخل مناطق العمران والتجمعات السكنية بادرة اعتبرها المواطنون متنفسا لهم ولأطفالهم، ووعدوا بالمحافظة عليها. وباهي للكبار والصغار، الصغيرات باش يلعبوا في اسباس يكون معناها مهيئ، والكبيرات ما حتى كي تحط كرسي وتخرج قدام دارك تشوف حاجة شبابة، حاجة مزيانة، حاجة نظيفة زادة. وإن شاء الله احنا نتعهدوا باش اللي باش يتعمل توا احنا اون فا بورسويفغ معناها الانيشيتيف هذايا. عملنا مطالب، ولكن اللي أول مرة معني نحس أنه المسؤولين في خدمة المواطنين، أنه نحن طلبنا وهما حقونا. إنجاز خرق العادة الحي، كانت قبل هنا راهي بطحة نتاع كل شيء، نتاع تحسها كحلة، تحسش تو كيفاش تخرج تلقاها خضرة، هي حتى بالحاجات القرلوند اللي عملوهم والحمرة هذه ساتير لاتونسيون. هذا المشهد هو مثال لجمال المحيط، يتوسط أحد التجمعات السكنية ويعتبر متنفسا للمتساكنين، يشرح الروح ويريح النظر. صورة يطمح المسؤولون أن تكون مثالا لكل التجمعات السكنية. اللهم صلي على النبي، جينا باهية ونظيفة وكل عشية نعشوا فيها ونصبحوا فيها، ويرحم والدين اللي كان فيها سبب. مبادرات قد تسهم في جمال المحيط تستدعي مجهودات أكبر من طرف وزارة الشؤون المحلية والبيئة لضمان صحة الإنسان ونمط عيش أفضل، في انتظار انطلاق عمل الشرطة البيئية التي ستمثل آلية لدى البلديات لتنفيذ القرارات وتطبيق القانون وحماية البيئة. أمنيا، أفادت وزارة الدفاع الوطني بأن وحدات من الجيش والأمن الوطنيين بصدد القيام بعملية مشتركة للبحث عن أسلحة وذخيرة يحتمل أن تكون مطمورة تحت الأرض في أماكن مختلفة من منطقة بنقردان ولاية مدنين، بعد توفر معلومات في هذا الشأن. وأكدت الوزارة في بلاغ لها اليوم أن هذه العملية مكنت من العثور في النقطة الأولى التي تم تفتيشها على 3 أسلحة كلاشينكوف و 54 صندوقا يحتوي على عدد هام من الخراطيش ومخازن لأسلحة الكلاشينكوف. وأشار البلاغ إلى أن عملية البحث ما زالت متواصلة في بقية النقاط المشبوهة.
على هامش أشغال الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية المنعقدة اليوم بالحمامات، أبرز الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي موقف الاتحاد من مسألة الرجوع إلى المفاوضات مع الحكومة، مبينا أن ما وقع على الاتفاق عليه للالتزام بما جاء فيها وأن يتحمل مسؤوليته. احنا لا منو غير من الموقف نتاعنا، لانه نحن ما نشتربين مطلب جديد حتى باش نتفاوض عليه. نحن عندنا حق مكتسب اتفاقيه ممضات، ما على كل طرف امضى ان يتحمل مسؤوليته فيما امضى عليه. نتفاوض مرحبا، احنا ديما دعاة تفاوض، نحن اللي يحبنا نتفاوضوا كالبريد السريع اللي يوجه لنا بعث لنا واحد دعوه كون عنده بعد ساعتين، أما ما هوش على قاعدة التراجع في ما هو محمول على الحكومة فيما أمضت عليه. ونفى الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي أي نية للاتحاد في الدخول في مواجهة مع الحكومة بموقفه الرافضي لتأجيل الزيادات في الأجور، وأكد المباركي في تجمع عمالي بجبس أن الاتحاد ينتظر مقترحات من الحكومة وأنه ما زال قابلا بمبدأ التفاوض على أساس الاتفاقات المبرمة، كما شدد على ضرورة التوصل إلى حلول توافقية دون إثقال كاهل الأجراء والموظفين. احنا الدنيا ممدودة كاتحاد الشغل في كل الحوارات ولكل الحوارات ولكل المفاوضات ولكل التوافقات، وتعرف أن بلادنا ما نجنبوها كل التوترات هذه إلا بالاتفاقات والتوافقات، ولكن ما يكونش على حساب طبقة الشغيلة وحساب الأجراء بصفة عامة. وحتى اتفاق قرطاج ينص على أن حكومة السيد يوسف الشاهد تتعهد وتلتزم بكل ما أمضت عليه الحكومات السابقة مع الطرق في النقابي، وهذا هو راهو الإشكال. نحن ماناش طالبين زيادة جديدة وماناش طالبين مفاوضات جديدة، ولكن زادا ما نجموش نتفاوضوا في كل ما تفاوضنا عليه. مفاوضات وقعت ومفاوضات صحن عليها وخرجت في الرائد الرسمي للجمهوريه التونسيه. طب الاسنان في تونس مجال هام يرتبط اساسا بالتكوين المستمر لمواكبه احدث التقنيات على الصعيد الدولي. المؤتمر الدولي الاول لطب الاسنان والذي انعقد بالمنستير كان مناسبه لتبادل الخبرات بين الدول المغاربيه في هذا المجال. أحدث التقنيات وما توصلت إليه التكنولوجيا في جراحة طب الأسنان كانت موضوع المؤتمر الدولي الأول الذي يلتئم بالمنستير بمشاركة أطباء من تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا وفرنسا. في إطار التبادل العلمي والبحوث وانفتاح الودادية على المحيط المغاربي وعلى المحيط المتوسطي، وذلك بتبادل الخبرات على المستوى العلمي، تبادل آخر تطورات وآخر مستجدات في قطاع طب الأسنان. التكوين المستمر لكل الطلبة وأطباء الأسنان باش يواكبوا كل ما هو جديد في طب الفم والأسنان. تمر نظمته الودادية الوطنية للداخلين والمقيمين في طب الأسنان من أجل التبادل العلمي والبحوث والانفتاح على مختلف التجارب. الأطباء الجدد لازم يكون عنده يعني يكونوا عارفوا يعني كيف يتعاملوا مع الخبرات الجديده مع التقنيات الجديده في الجراحه. احنا نخدموا باش يكون لو ديبلوم مغربان عنده نفس لا ميم فالور، نفس القيمه كو لو ديبلوم اوروبيان. عهد جديد في طب الأسنان في بعده الدولي من أجل تطبيق أحدث طرق التدريب النظرية والسريرية وجلب آخر مستحدثات التقنيات حتى تصبح مكافئة لنظيراتها في العالم. نبقى في المجال الطبي والمسؤولية الطبية بين الممارسة والقانون، محور ندوة علمية نظمها المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بالشراكة مع المجلس الجهوي لعمادة الأطباء، وفيها طلب الأطباء بتطوير المنظومة القانونية ضمنا لحقوق كافة الأطراف. ليس كل ضرر للمريض يعد خطأ طبيا، وإن تأكد الخطأ فيعاقب عليه الطبيب قانونيا ويتم تعويض المتضرر. هذا الأمر جعل المسؤولية الطبية تختلف بين الممارسة والقانون. المشكل هو أن جبر الضرر في أغلب الأحيان يمر عبر إدانة، والإدانة الجزائية هي
صعبة نسبيا من ناحية تحديدها وثقيلة بالنسبة للسلك الطبي أو للطبيب. مساج اللي نحب نعطوه احنا لرجال القضاء على خصوصية العمل الطبي اللي هو العمل الطبي نوعا ما ما فيش ما يؤشر إلى الرغبة في الضرر. وينظم القانون التونسي المسؤولية الطبية من ثلاثة جوانب: الجزائية والمدنية والتأديبية. اليوم ثم قانون قاعد بصدد الاعداد بوزارة الصحة العمومية يهدف إلى التخفيف من اللجوء المفرط للمسؤولية الجزائية وإلى التشكي الجزائي وضمان حق المتضررين في التعويض كما هو الشأن بالنسبة للقوانين الحديثة وبالنسبة للقانون المقارن. يأمل الأطباء أن يتم تطوير المنظومة القانونية التونسية للصحة حتى يتم ضمان حقوق الطرفين المواطن والطبيب على حد سواء. ثم تطور في فقه القضاء خاصة فقه القضاء الفرنسي ولت المأمورية الطبية في تعويض الأضرار البدنية المستديمة فيها 22 سؤال. نحب نطور إن شاء الله منظومة تونس باش الإنسان يخو جميع حقوقه في حالة حصول أضرار من نتيجة خطأ طبي. موضوع المسؤوليات الطبية بين الممارسة والقانون تم مناقشته في ملتقى نظمه المجلس الجهوي لعمادة الأطباء بالتعاون مع جمعية القضاة التونسيين بأحد النزل بجربة. إلى عالم الفلاحة الآن وجني الزيتون، موعد استثنائي لدى العديد من العائلات التونسية. نقل لأجواء جني الزيتون ضمن الروبورتاج التالي من ولاية سوسة. انطلق موسم جني الزيتون بسوسة حيث عجلت الأمطار الخريفية بنضج الصابة في وقت مبكر، ولئن عرفت صابة الزيتون هذه السنة تراجعا مقارنة بالموسم الفارط فإن أجواء الجني الجماعي والعائلي لم تفقد نشاطها. أول مرة نشوف زيتون يطيح قبل وقته، مفروض معناها من نصف من نوفمبر نبداو نجمع في الزيتون، تو حاليا نبداو من اكتوبر، زيتون ما فيهوش حتى زيت، معناها أنت تو نجمع فيه القطوع مش قاطع، الغلي معناها هو القطوع مش قاطع. والخدامة ديما يشوفوا كان يحبوا كان قداش النهار هكا هو ذاك الشيء يخمم لكش قداش تهبط قداش وقداش تصور ولا ما يكسب الفلاح، يعني يصور الفلاح ولا ما يصورش. من غابة الزيتين إلى المعاصر أين تتم عملية التحويل. معاصر تبلغ قدرتها التحويلية 3700 طن في اليوم، تأثرت هي الأخرى بتراجع المحصول. احنا عندنا نقص كبير في الصابة بنسبة نجم تقول حتى توصل 60 40 ما بين 50-60% نقص من السابع. مش كمية الزيتون كبيرة للنجم نرحياها وللنجم نخدمه بها زوز معاصر. تونس معروفة بالجودة متاع الزيت ونوعية الزيت الجيدة، هذاك علاش احنا حافظنا على حرفان الموجودين البرة ونجم نزيد نوفر حرفاء ونوفر برشا من عملة صعبة لتونس. وللحفاظ على جودة زيت الزيتون تعمل المندوبية الجهوية للفلاحة بالجهة على مواجهة مشكل تهرم أشجار الزيتين بتشبيبها وتحيين المنح المخصصة لغراسة المشاتل. الغراسات الجديدة هذية باش تكون على حساب الغراسات الهرمة، وهذا الكل الهدف متاعه هو يعني الحفاظ على جودة المنتوج والحفاظ على معدلات مستقرة، يعني باش ما يكونش معدل الانتاج مرة طالع ومرة هابط. فما صندوق النهوض بقطاع الزيتين يعطي 25% منحة للفلاحة اللي يقوموا بغراسات زيتين جديدة. وبقدر عنايتنا بهذه الشجرة المباركة يكون العطاء تدعيما للروابط الأسرية وإثراء للاقتصاد الوطني. اختارت جمعية الشبان الفلاحين بسند أن تخصص المحور الرئيسي لتظاهرة أيام الزيتون لتدارس آفاق الاستثمار الفلاحي بالمنطقة. هذه الجمعية كونت 150 شابا في مجالات فلاحية متعددة، لكنهم اصطدموا بعراقيل مختلفة حالت دون تمكنهم من تحقيق مشاريعهم. الدورة الثانية لمهرجان الزيتون بسند اختارت أن تبحث في آفاق الاستثمار الخاص في القطاع الفلاحي بالمنطقة. الدورة الثانية باش نحكوا على الاستثمارات الخاصة وتشجيع مزيد تشجيع شبان الفلاحين باش يستثمروا في أراضيهم اللي هي ماهيش مستغلة. وكيفاش نشوفوا مع الدولة كيفاش نجم تسهل لهم الإجراءات، خاصة أن الإجراءات الإدارية تاخذ برشا وقت. عدد من شباب سند رفعوا شعار الفلاحة مستقبلنا ورغبوا في تكوين مشاريع خاصة اصطدمت بعدة إشكاليات إدارية.
متخرجة لي 10 سنين ما لقيناش خدمة، وليت التجأت للفلاحة، غرست اللوز وغرست الزيتون، مي بقت لي المشكلة معناها في الأمور الإدارية، ما عنديش ما نحب نطور المشروع نتاعي، ما أما الإجراءات الإدارية معناها تطلب برشا وقت. قرينا وعملنا دي ساج وتعلمنا وكل شيء، لكن المشكل في التمويل، ما تنجمش تعمل البروجي نتاعك خاطر الماتريال ماهوش رخيص، ما عندناش احنا فلوس باش نعمل، ما عندناش كابيتال باش نعمل مشروع نتاع تقطير الاعشاب الطبيه. صعوبات عديده تعترض هؤلاء الشباب لتنفيذ مشاريعهم الفلاحيه، ابرزها مساله الملكيه العقاريه للاراضي والحصول على رخصه التنقيب عن المياه، اضافه الى التمويل اللازم للمشروع والذي يشترط ملكية الأرض. تظاهرت أيام الزيتون بسند مناسبة يطرح فيها أهالي المنطقة ما شاغل القطاع الفلاحي، وتمكن عددا من الحرفيين والفلاحين من ترويج منتجاتهم. منطقة اللاس من ولاية الكاف تزخر بموروث ثقافي وفلاحي هام، وبمناسبة انطلاق موسم جني الزيتون تنتظم بهذه المنطقة تظاهرة ثقافية تختزل ما تتمتع به هذه الربوع من ثروات فلاحية وتاريخية. لوحات من الفروسية وأنشطة تقليدية ومعرض للأكلات الشعبية وأصناف الزيتون التي تنتجها الجهة أثثت فقرات التظاهرة الثقافية والفلاحية حلقة اللاس التي تنتظم احتفالا بموسم جني الزيتون. زيت صحي بيولوجي لابد منه، هذاك نعملوا به عولتنا الفطور الصباح مش للتطيب، الفطور الصباح يقعد نسموه زيت القصعة لانه يترحى بالطريقه ذيك، ومن بعد يتحط في القصعه الكبيره ويتعجن بالساقين، ومن بعد يتخدم بالماء بون يتنشح، هذاك نقيس هذاك يسموه، ثم يتطفح بال معناتها نسموه عمليه طفحان، يتطفح في القصعه وبالماء. هذه القبور الجلمودية دبت فيها الحركة من جديد خلال هذه التظاهرة التي تهدف إلى إحياء الموروث الثقافي والحضاري بالجهة وبولاية الكاف. تظاهرة الحلقة هي تظاهرة ثقافية احتفالية فلاحية، اليوم عملنا كما شفتوا الفوق عن احتفالات ثقافية، عن ألعاب فروسية، عن أغاني شعبية، عن أكلات شعبية. منطقة اللاس التي تعرف بجودة زيوتها تشهد هذه السنة نقصا كبيرا في إنتاج الزيتين قدره البعض بثمانين بالمئة. المشاكل هي التهرية بالنسبة لللاس، التهرية في القنوات، وتكلمنا عليه قداش من مرة باش يقع إصلاح، إلا أنه مازال لحد الآن ما ثماش حتى بصيص أمل باش على الأقل آخر الفلاح، وثم أمراض. القنوات اللي معدية توا في منطقة اللاس خاصة هنا قديمة ياسر تهريت، ما عادش معظم الفلاحين ما عادش ينجموا يسقيوا جارهم، دونك الصابة بتبيعتها باش تنقص، قاعدة تنقص من كل عام تنقص شوي، السنة حسب التقديرات باش تنقص 80%. ويقدر إنتاج الزيتين هذه السنة بولاية الكاف ب 16 ألف طن حسب تقديرات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية. تزخر ولاية تطاوين بجملة من المقومات الطبيعية الهامة، مقومات جعلتها تكون محور السياحة الصحراوية في تونس. وفي اليوم الوطني للسياحة الصحراوية نسلط الضوء على أبرز الإشكالات التي تحول دون تطوير القطاع في هذه الربوع من خلال هذا الروبورتاج. ما تعيشه منطقة شنني من ولاية تطاوين نموذج لواقع السياحة الصحراوية بالجهة في هذه الفترة التي من المفترض أن تشهد انطلاقة الموسم السياحي الجديد، حيث بدت قرية شنني مقفرة وتوقفت الحركة التجارية بمحلاتها للصناعات التقليدية ووحداتها السياحية. هي صعبة كما تلاحظوا وقت نورمال مو تو انطلاق الموسم السياحة الصحراوية نورمال، لكن هيك تشوف الوتلة كيف كيف هنا في منطقة تطاوين، شنني لقيت لوكال الدليل السياحي هاك تشوف فينا. عبث كبيرة ياسر بالخص من وقت غلق الفضاء الصحراوي بتطاوين، وقاعدين نعيشوا معناتها في صعوبات كبيرة ياسر من ركود السياحة في تطاوين منذ 4-5 سنوات، يجوها قبل بالألف 1500 سائح 1000 سائح يوميا،
والوقت الحاضر 4-5 من الناس 10 من الناس وغير كافي للمنطقة بصراحة. حالة الركود بهذه الوجهة السياحية تأتي بعد توافد أعداد هامة من السياح الروس خلال الأشهر الماضية، وفي ظل توقعات بتحسن المؤشرات مع الاستقرار الأمني. صعوبات كبيرة برشا عشناها، ولكن تو الشيء اللي نحب نأكد عليه هو يلزمنا نشوفه قدام، اللي تعدى تعدى، تو نشوفه قدام يلزم شنية الإمكانيات وشنية الأشياء اللي نجم نعملوها باش ننقضوا الموسم السياحي. ومع ذلك تستقبل الجهة من حين إلى آخر أعدادا من السياح الذين ترك فيهم جمال المنطقة وروعتها أفضل الانطباعات وأجمل الذكريات. جئنا اليوم إلى تطاوين، منطقة شنني حقيقة مدهشة، أريد أن أستقر هنا، أحببت كل شيء هنا، الناس والطقس. في ولاية تطاوين مقومات متعددة لمشهد سياحي صحراوي ثري يتطلب الدعم والمساندة، خاصة من خلال فتح الفضاء الصحراوي أمام السياح في الجهة. ينتظم عادة في مثل هذه الفترة من كل سنة المهرجان الثقافي للأبداعات الطالبية لتشجيع الطلبة على الإبداع في مختلف الاختصاصات. وعلى امتداد 3 أيام تعيش ساحة الفنون بالمنستير على وقع فعاليات الدورة الثالثة للمهرجان الثقافي للإبداعات العربية. فنون تعبيرية مختلفة التقت في ساحة الفنون بالمنستير في إطار المهرجان الثقافي للإبداعات الطالبية في دورته الثالثة تحت إشراف جامعة المنستير. العمل هذا وقع إنجازه في إطار ورشة جماعية فيها مجموعة من الطلبة أغلبهم من معهد فنون الموضة. بالنسبة للعمل المقترح اليوم هي رسم جداري ذو حجم كبير، والرسم هذا موضوع متاعه من أجل السلام. الصورة التي أردت أن أنقلها والرسالة التي أردت أن أبعثها هي عدم التظاهر ربما بالرفاهيات، أن نعيش الأمور على بساطتها على طبيعتها. وفي هذه الورشة التقت الألوان بالخط العربي لتشكيل صورة أخرى حاول من خلالها المشاركون إبراز قيمة الخط العربي كأحد مقومات الهوية الوطنية. واخذت الانطلاقة من تصوير عصفور اللي أنا بعديك حاولت نبرز فيها الخط العربي حرف بعدة حروف ضمنتها في هاللوحة من أجل إبراز جمالية الخط العربي وخاصة الخط القيرواني باش نبرزوا هويتنا العربية. ولذلك الجامعات يشجعوا على مثل هذه التظاهرات خاطرها تساهم في تنمية شخصية الطالب وتساهم زادة أن تخليه أكثر اجتماعي وأكثر عنده ثقافة موسوعية. مهرجان نجح إلى حد في استقطاب عدد من الطلبة، إذ حافظ تقريبا على مختلف فقراته خلال الدورتين السابقتين رغم ثراء الوسط الثقافي والجامعي والعلمي. وتتواصل بالمهدية الدورة 13 لأيام السينما الطالبية التي تزامنت هذه السنة مع عروض أيام قرطاج السينمائية بالجهات، فرصة لدعم العمل الثقافي بالجهات التونسية وتكريس مفهوم اللامركزية الثقافية. دار الثقافة بالمهدية كانت الفضاء الذي احتضنت الدورة 13 لأيام السينما الطالبية والتي انتظمت هذه السنة بالتوازي مع عروض أيام قرطاج السينمائية بالجهات. جي سي سي الجهات جي سي سي سيتيز هي مبادرة في الحقيقة متميزة، مبادرة تنفتح الجهات نحببناها وعجبتنا السنة الفارطة، تعدت يعني في إطار شراكة مع المجتمع المدني مع المركز الثقافي الجامعي، انفتاح على الطلبة على الشباب على المجتمع المدني، ومع ملاحظات انه اغلب يعني الحاضرين اغلب المهتمين بالشان السينمائي انه يتمنوا انها تدعم اكثر من ناحيه اختيار الافلام خاصه الجيده منها والحديثه ولما لا يعني المتوجه في كل سنه يعني في ايام قرطاج السينمائيه. اشرطه تونسيه واجنبيه عرضت في هذه التظاهره بحضور بعض المخرجين والفنانين. شريط اتيتيود لإناس بن عثمان من بين هذه الافلام. لا ديسنتراليزاسيون على الثقافه اللي الناس تحكي عليه دوبوي سنوات
إذا ما يتطبقش وإذا المخرج بيدو ما يقومش به راهو حكاية فارغة. معناتها أنا مهم بالنسبة لي أنا كإناس بن عثمان أني نتبع الفيلم في الجهات. في صالات في تونس نجم نحطه يتعرض ويتعرض على روحه، أما في الجهات مهم برشا أني نحتك بالناس وبالجمهور اللي جي يتفرج. حاجة خارقة العادة ما تدخل في نطاق اللامركزية، على خاطر مش لسكول نجم تنتقل لتونس العاصمة. أما نوعية الأفلام مثلا أمس الأفلام ما كانتش في المستوى برشا، يعني إن شاء الله ليلة والمحضور أكثر إن شاء الله تتعاود الحكاية ذي خاصة للطلبة. دور الطالب في أيام قرطاج السينمائية كان شعار هذه التظاهرة ليكون جمهور الطلبة طرفا فاعلا في التنظيم والمشاهدة. شاركنا عم ناول في الدورة 12 وجي سي سي وسنين جيت معناها الدورة أيام السينمائية الطلابية بالتوازي مع أيام السينمائية قرطاج، دونك خدمنا معها ونسقنا مع ليزاسوسيون الأخرين ودار ثقافة باش وصلنا نظمنا العمل هذا. انه الطالب يكون حاضر في حاجه كيما هكا خاطر كايتيزيون معناه انه يكون عنده غرام بالسينما، اكيد انه كي يحضر اكيد باش يستفاد، خاطر احنا في بعد كل فيلم نورمالمون انه موجود يبا. اشعاع تظاهره ايام قرطاج السينمائيه على الجهات خطوه يرى فيها جمهور الافلام فرصه لتكريس اللامركزيه وحث الشباب على الفعل الثقافي خاصه بتزامنها مع الدوره 13 لايام السينما الطالبيه. تزخر تطاوين بكل مقومات السياحة الصحراوية، لكن العديد من الإشكالات تجعل السياحة الصحراوية تسجل تراجعا هاما في هذه الربوع، وتبقى السياحة الميكانيكية إحدى الآليات التي قد تسهم في الرفع من درجة الإقبال على هذه المنطقة. في ولاية تطاوين بلغت هذه التظاهرة الرياضية السياحية مرحلتها قبل الأخيرة بعد أن كانت انطلقت من جزيرة جربة منذ أيام مرورا بعدد من المناطق السياحية الصحراوية في ولايات قبلي وجابس وطوزر. رالي ترانسنيزيا في نسخته معنا عدد 33 بشبقوا بعدان نهارين في تطاوين، الرياضيين يستمتعوا معناها أولا بالرياضة الميكانيكية معناها بوجود معناها الرمال والجبال اللي هي مش موجودة في بلادهم، كذلك بالطقس معناها الجميل اللي حبذوه السياح. الأمور تسير على ما يرام، التأثير جيد. صحيح أن عددنا أقل من العدد في حدود المئة وشارك، ولكن أن نكون هنا يعني أن كل شيء جيد في تونس. هذه التظاهرة الرياضية السياحية البلجيكية انطباعات واحدة للمشاركين فيها على مختلف المناطق التي مرت بها وصولا إلى ولاية تطاوين. إنها تجربة جد جيدة والطبيعة مدهشة، المسالك أيضا جيدة والطقس جميل والفريق والتأطير كذلك جيد. في تونس شرف لي دائما أن أعاود اكتشاف المشاهد الطبيعية، ويعجبني هذا المزيج من الرمال والصخور والواحات. هذه المرحلة تمتد على مسافة أكثر من 160 كيلومتر في مختلف مناطق ولاية تطاوين. بهذا إذا نصل إلى ختام النشرة، وإليكم تذكيرا بأبرز عناوينها. عشية الاحتفال بعيد الشجرة تساؤلات تطرح حول واقع المناطق الخضراء وضرورة ترسيخ ثقافة الوعي البيئي. المؤتمر الدولي الأول لطب الأسنان مبادرات لتطوير الشراكة العلمية من أجل مواكبة التقنيات الحديثة. الكاف تظاهرة الحلقة احتفالية تمزج بين الموروث الثقافي والفلاحي وتبرز إشكاليات شجرة الزيتون. في الختام إليكم مني أجمل تحية، إلى اللقاء.